أحسن الله إليكم. السائلة من اليمن صاد ميم حا أيضا من أسئلتها يا شيخ، تقول: هل قيام الليل واجب على القادر عليه؟ وما هي الأسباب المعينة على قيام الليل؟ قيام الليل ليس واجبا، الواجب الصلوات الخمس، وأما ما عدا الصلوات الخمس فإنه غير واجب، فإنما هو سنة. قيام الليل مستحب وهو أفضل من صلاة النهار، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة الليل إلا المكتوبة، فهو سنة مؤكدة. نعم.